يعطيك العافية يا أخي، بدي صحن حمص. تكرمي يا خانم. هذا أنت؟ لك خالي؟ إيه أنا. أنا ما كنت بعرف إنك تشتغل عند الحمصاني. أنا والملك لله، صاحب الدكان والمعلم هون. ما شاء الله، الله يرزقك كمان وكمان. هاتي صحن، أنت تيسري على البيت وأنا هبعت لك صحن فول وحمص وتسقية. مثل الخبزات اللي كنت تبعت لنا ياهم. إيه أنا ما بدي غير صحن حمص. إيه مو تكرم عينك، أنت هلا روحي على البيت وأنا برسق لك أحلى صحن حمص ملوكي. يسلم إيديك، بس ما قلت لي شو اسمك؟ أنا اسمي سليم. يسلم إيديك يا زينة شباب الحارة. أنا ريحانة. ريحانة وهي ريحانة. دول هن البنود، بدي اياكي تقريهم وتبدي لي اياهم هون كلهم واحد واحد. تفضل. عفوا استاذ، يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا اسمي نيازي المحمود، رئيس جمعية الأنوار الخيرية. ممكن آخذ من وقتك لو سمحتي؟ تفضل ارتاح. شكرا. دلال، لو سمحتي تقري هاي الإخبار وتكفي لي ملاحظات. على عيني. حاضر أستاذي. تفضل، شو فيني ساعدك؟ تفضل أستاذي. هاي الترخيص. ممتاز. نحن إن شاء الله بنشتغل بنور الله. أستاذي أنت حضرتك شايفة الغلاء الموجود تبع الناس، وبنفس الوقت في ناس ما بتعرف وين بدها تصرف زكاتها. ونحن إيمانا منا بأنه الجمعيات النسائية لها نشاطات واسعة، فأنا لقيت أنه نحن نتعاون مع بعض. بس لهلأ ما فهمت، شو شكل التعاون يلي حابب يكون بيناتنا؟ طيب أستاذي جولي، أنتوا الجمعيات النسائية مثل ما ذكرت لكم نشاطات كتير واسعة، نحن ممكن نستفيد منها مثلا بالخياطة. يعني أنا عندي مشروع بصراحة قدرت أمن توابق ماش بنص القيمة، والنسوان اللي بدهم يشتغلوا ويفصلوا نعطيهم أجور رمزية منشان نحن نقدر نوزع على الناس المحتاجة، طبعا بالإضافة لموضوع الإعانات الشهرية. نحن رح نفوت على التجار ونجيب منهم مواد غذائية ونوزعهم كمان على العائلات المحتاجة. أنا أكيد رح أحاول أني ساعدك بكل شيء بقدر عليه، بس لازم أجي وأتعرف على الجمعية وشوف نشاطاتها بالأول. إيه حقك، ولو أقل منها. شو بتحب تشرب أستاذ؟ باخد قهوة لو سمحتي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. على بقديش هالحمار؟ شو أمرك؟ بقديش الحمار عم شلال؟ من وراك؟ إيش؟ شو وصلتكم بالبلد؟ كل شيء عم يرخص إلا الحمير عم تغلى، ليش؟ من وراك تخليه عندها؟ مو للبيع. أحسن. ابن عمي غلط تخليه حرداني عنا. لا خالتي، يلي عمله أبي كتير منيح، بس ما بصير تتركي بيت جوزك. لا بيصير، انا شو ناقصني حتى ما يكتب لي حصه باسمي؟ يا بنتي انت تركتي بيت جوزك معناتها ما عاد لك حصه بنوب، بعدين يمكن له ظرفه لحتى عمل هيك. وفاء، شو ما كانت ظروفه سبره سبر ضريره، واذا ما بيكتب له حصه بالبيت ينسى لمرته. خالتي ابي معه حق، مثل ما بدكم، بس اكيد ما رح نسكت، خليه كام يوم لنشوف شو رح يطلع معه. إذا بيعزك وبيقدرك أكيد رح يجي، وإذا ما إجا في إنا حكي تاني. فايزي. نعم. عمك أبو عصام عنده علم بهالشي؟ لا يا أبي ما عنده علم. عمي، خالتي أم عصام بدها رياحة تامة، يعني هلا بدها ممرضه تساعدها وتشيل حمل الولد معها. اي والله بتزمع استاذ عمي، خالتك عم عصام هذا صعب صعب صعب، ما رح تقبل. عمي رح تقبل، اسمع مني هالمره. الله بايدها، قاعد اشوف. هلا في عنا بنت بالمستشفى
نظيفة ومرباية وبتعرف بأمور التمريض وبتساعد خالتي أم عصام، وأنتوا هذا اللي بدكن إياه. إيه خلص لك عمي، والله هذا المطلوب. عمي والبنت ما بدها غير السترة، هاي خلصنا منها. إيه أقول لك عمي، هات أشوف يا حكيم. شو الموضوع؟ بخص معتز والشباب. إجا عبده لعندي على المستشفى. إيه بعرف. تعرف؟ إيه بعرف عمي، بعرف. أنا هسا ما شفت إنه معتز، أنا بحكي معه. يا من بالك يا عمي، معتز والشباب دمهم فاير، وأنا خايف يعملوا لهم شيء بالمستشفى يبلونا بمصيبة. ما تاكل هم شيء لك عمي، أنا لسه ما شفت إنه معتز عمل، بشوفه بحل القصة منشرشها. لا تخاف، الشباب عندي. أنت بس خلي لي برأسك هي قصة الممرضة، الله يرضى عليك حكيم. عمي بالنسبة للممرضة لا تاكل همها، بدك تعال عندي بكرة على المشفى وعود أنت وياها وأحكوا إن اتفقت وجيبها معك لهون. يلا إذا الله رحمت. وين عم تضط؟ ما حدا عم يشوفها. والله بالشغل أشغال يعني هيك بتعرف. بالشغل؟ لشو عم تشتغل؟ على باب الله. كلياتنا على باب الله. بس ما قلت لي شو عم تشتغل. والله يا عقيد ما عم حب أحكي كتير قدام الناس هالأيام، بس منه الناس صايرة عيونها ضيقة وأنا بخاف من عين الناس، بس منه هالناس صايرة بتحسد الأصلع على حواجبه. شو عم تشتغل يا أصلع؟ بحواجبه بتجارة اسمه يعني عتالي من هون، أحياناً هيك أوقاتاً بتجارة الحمير. وشو فهمك أنت بتجارة الحمير؟ ما في حدا قدي بيفهم على الحمير. بعدين شو بدك تجارة الحمير؟ بسد الحمار من هون، ببيعه من هون، بربح من هون، بمسكه من هون. هلأ تجارة الحمير صفت شدرساً؟ هلأ عقيد خلينا بالمهم، خلينا بالمفيد. قل لي أشوف شو جبت لنا معك من بيروت؟ هاكون علي هالمرة، كنت تعبان، ما حسنت أبرم مش بلكون شي من بيروت، المرة الجاية إن شاء الله. الله يسامحك يا عقيد، معقول جاي وإيدك فاضية؟ لك أخي خلصنا تناكشي منها، المرة الجاية بجي وإيدي مليانة. هلا كل مرة بدك تقول لنا المرة الجاية، المرة الجاية؟ لك لمس، ضبضب. كل مرة بدك تقول لنا المرة الجاية، المرة الجاية، ولا مرة جبت لنا شي؟ صب شاي، صب. يا أخي فحم قلبنا من شرب الشاي. عقيد ايش كان بيتقالوا مع كاس الشاي لما الزفر الصغير بتدفع بلاوي كثيره بنجلس فيها نفسنا. تكرم عيونك. شري شري يلا. سلام عليكم يا رجال. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين اخينا، الله يسعدك. على عيني وراسي، الله يسلمك. تفضل تفضل. شوف ايه يا رجال، راح نطالعوا لادهم ولا ما راح نطالعوا؟ والله في حكي ثاني يا نبي. ايوه وشو هذا الحكي بقى؟ اللو بكره اللو الدغري يا اخي نبيل. امبارحه مرقت على المشفى وشفت هنيك حكيمه بيشتغل فيها قرايبي. بيني وبينك الوضع ما بيسر الخاطر بنوب، والظاهر انه اخونا ادهم شغلته كبيره كبيره كتير، شنو حاطين على باب اوضته ضابط وحرس كمان، وبرات المشفى حاطين دغري الاخر، وغير هيك وهيك. الله يكون بعونه. أدهم مخستك خستك، إيه ما أدران يقوم ولا أدران يتحركوا من على تخته. يا باطل يا باطل، كل هالقد؟ إيه والله. لا تزعلوا مني يا رجال، يعني هذا الحكيم قد ما كان صاحبكم ما له تمام. أنا اللي بعرفه أنه أدهم لازم يطلع، لأنه إذا ما طالعناه رح يروح فيها. يا روي عمي نبيل، صاحبنا بالمستشفى على كيفك وقلبه على البلد. يعني اسمحوا لي، هذا الحكيم قد ما كان صاحبكم على عيني وراسي، بس أنا اللي بعرفه شغلة واحدة، إنه أدهم لازم يطلع، يطلع وبس. ولا ما بتتذكروا شو عمل من شاني ومن شانكم؟ يا رجال من هون ليومين توزنوها منيح براسكم، خلونا نفوت ونطالعوا لأدهم أحسن ما يروح فيها. مشي